في البداية خليني أشكر دولة الإمارات الشقيقة على دعوتها لينا للمشاركة، وإحنا بنشارك لأول مرة ضمن الجناح المصري. والجناح المصري بيتكون من وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العالمية للبصريات. أهم ما يميز الجناح عندنا قاذف الار بي جي، والقاذف ده له عديد من المقذوفات طبقا للهدف اللي بيتضرب عليه أو المهمة اللي بينفذها، وده في بعض الدول تعاقدت معانا عليه وخاصة الدول الأفريقية ودولة السعودية. المركبة المدرعة الفهد دي، ودي مركبة أثبتت جدارتها في التعامل أثناء الأحداث والمظاهرات مع المتظاهرين، وبرضو في مكافحة الإرهاب، لأن المركبة دي بتتجهز طبقا للمهمة اللي انت بتكلفها بيها، إذا كانت نقل جند أو بتجهزها برشاشات أو بتجهزها بهاون أو بتجهزها عربية إسعاف، يعني ممكن متعددة المهام ممكن تبقى للمهمة اللي انت هتكلفها بيها. عندنا فاتح الفلاج، صاروخ الفلاج للإضاءة ده، وده له عدة مهام، يا إما بينور أرض المعركة، يا إما بينور الأهداف اللي بيتم التعامل معها، يا إما بيستخدم كهدف هو في أثناء التدريب لقوات الدفاع الجوي.